امير عيد. اولا انا كنت ناسي اتفرجت وانبسطت وكل حاجه، بعد كده ايه عارف بعد ما تخلص ايه ده اول مره، إيه لازم حد يفكرك انه امير اول مره يمثل. يعني واحد لان انت كنت في مرونه كبيره جدا اول مره قدام كاميرا التمثيل. يعني انا فوجئت طبعا السبب في ده يعني ناس كتيره في السيتويشن دي. اولا يعني ان كل حاجه متوفره، ان انا مين اللي عرض عليك؟ مين اللي فكر انك تمثل؟ اللي قال لي اول حد كان ناير و بروديوسر كده، كان شخص كويس برضو بس من سنين طويله قوي، بس المشروع دايما ما كانش بيمشي لحد لما جه واتشت وناير واشتغلنا عليه وعملنا دروس تمثيل ثلاث شهور. كان مين بقى مدرس التمثيل؟ مين؟ الراجل ده العدو في المسلسل. انت اللي دربت امير على التمثيل؟ ايوه انا كنت في المسلسل امير وتامر ويوسف وفاضل. يوسف حشيش واحمد فاضل. لا انا المسلسل رحلتي معاه بدات ان انا اكتنج كوتش مش ان انا ممثل، فكنت بدرب امير وتامر في الاول وبعد شويه كان يوسف حشيش واحمد فاضل. وقعدنا خمس مرات انت بتعدهم له قلت لك المفروض اقعد على كرسي لوحدي. قعد خمس مرات. مدرب تمثيل وممثل ومكتشف. مدرب تمثيل اربع افراد. ما هو ضرب امير وضرب شويه طلع الميزانيه طلع الاكسل شيت دلوقتي وبعدين دربت نفسي وبعدين مثلت. انا اسمي شادي اشرف. اول مره حد يحترمني لما لعبت مزيكا. كله كان شايفني بقى واد فاشل وبتاع ومليش مستقبل. اول مره احس ان انا ليا قيمه يعني، والناس نفسها تبقى زي، وانا نفسي ان انا ابقى نفسي. تخيلي بجمس كده احضنها امي يعني تعتبرني راجل غريب. يا عم احنا بنلعب مزيكا يا عم، مش فارق معانا فلوسك دي اصلا. ما انت لو هتحطي نفسك بيني وبين مزيكتي انت خسرانه. افتكر في حد هيفتكرك اصلا؟ عايز يبقى عندنا فكره نغني عن حاجه بنقول حاجه جوانا يعني. وبعدين كل ما اخد خطوه ارجع اتنين، العمر بيجري ساب السنين. ليه ما نبقاش باند يطلع من هنا والعالم كله يسمعنا؟ والله انا كمان مستني نشوف هنعمل ايه. انت كل طموحك في الحياه تلعب لاصحابك على القهوه والعيال في النادي واللي معاك في الجامعه ودول بس اللي يسمعوك. كل البندات اللي انت بتسمعوها دي كانت ولا حاجه بس كان نفسها تبقى حاجه. يمكن ده مش مكاني او الزمن ده مش زماني. من غيرك ما كانش في حاجه من اللي حصلت. بس احنا بقى اصلا مين؟ يمكن خالد شادي اشرف وداني الدنيا ولعالم تاني. والفكره ان في وقت من الاوقات واحنا بنشتغل مع وانا بشتغل مع امير، فامير كان في مره بص لي كده وبعدين حسيت ان هو بيفكر في حاجه، وبعدين بعديها بشويه قال لي تعرف في دور في المسلسل ده لايق عليك قوي وبتاع وحاسس ان انت تعرف تعمله. بعد شويه ما عرفت بقى دور ان هو رخم بقى تقول هو امير كان شايفني. رحت انا وتامر اول يوم درس التمثيل صحينا بدري. تامر راح اول يوم ورحنا مع بعض. لا قال لك ايه صحينا بدري كده معانا مهم. ايوه الدور مثلا بس استايه دخل انا وتامر هو ادم هو قال لي اعمل تمرينات مش عارف استرخاء وكده فبتنام على الارض وتعمل حاجات مش عارف ايه وبعدين ايه تامر نام. كان بدري قوي صحي تامر ما بتصحيش بتعصب. لا انت بتتكلم يعني ريلاكس انما مش نام. لا نام نام وبدا بقى نام. ايوه بدا نام بيسحب نفس يعني نام شخر. وبعدين بقى عمرو بيقول لي انت صحيه ولا حاجه لا سيب فسيبنا نايم ثلاث ساعات. فدي كانت اول حصه لتامر. اول حصه وصبري دفع عليه. هلو ومين ده؟ انا ماجد جورج. وبعدين من ساعه لما جيت هنا انا هربان من الدنيا باللي فيها. طب بلا ما انت لطيف وجميل اهو، امال بيقولوا عليك بقيت موحود ليه؟ شادي هو انت متاكد ان احنا هنلعب النهارده؟ انت بتستهبل يا شادي؟ بلاقي لك الجيتار ده بتاع واحد شيء وبرضه ما همكش وعملت اللي في دماغك. انا عارف ان في فيلم بيتعمل. يا ترى بقى احمد عز اللي هيعمل الدور بتاعي ولا مين؟ هو احنا عارفين حتى نلعب حفله يوم الخميس في النادي؟ you
بص الشريط ده جديد عايزك تشغله ليل نهار ما تقفلوش، واللي سالك مين دول قول لهم ريفو، فرقه اسمها ريفو.